الفوج الثالث اللي هنا اكد لي دائما ثلاث انفجارات متتاليه في منطقه شعبيه وفي سوق شعبي. هذه الانفجارات كانت عباره عن ست وتعدد اثنين، وبالاضافه الى عبوه. الانفجار الاول كان عباره عن ست وتة. تواجدت الاجهزه الامنيه في محل الحادث، انفجرت ستوتة بالإضافة إلى عبوة، كان تفجير مزدوج مادة إلى استشهاد عدد من الضباط والمنتسبي الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى عدد من أرواح المواطنين.